السلام عليكم، معكم مؤيد توناين بفيديو جديد، واليوم في عنا مراجعة للعبة Shadow of the Tomb Raider. إذا أنتم جاهزين يلا نفوت على الفيديو سوا. هاي المراجعة راح تكون خالية من أي سبويلرز أو حرق للقصة، ولخبركن عن تجربتي مع اللعبة بال 2022 من ناحية القصة ستوري، طريقة اللعب الجيم بلاي ورسومات الجرافيكس، وباخر الفيديو رح اعطيها تقييمي من 10. Shadow of the Tomb Raider متوفرة على منصات البلاي ستيشن، اكس بوكس وكمبيوتر، وكانت موجودة مجانية لمشتركي البلاي ستيشن بلس بشهر يناير جانيوري 2021. فما تنسوا كل سنة كل شهر تزيدوا ألعاب البلاي ستيشن بلس عندكم على الحساب، لأنه ما بتعرفوا إمتى بيطلع بالكم تلعبوا هيك لعبة. Shadow of the Tomb Raider لعبة Open World نوعا ما، Single Player، بتنلعب لاعب واحد، وهي Action وAdventure، إثارة واستكشاف مثل ما شايفين قدامكم. بالنسبة للقصة، Shadow of the Tomb Raider هي اللعبة الثالثة والأخيرة من سلسلة Tomb Raider الجديدة اللي بلشت بـ Tomb Raider 2013 Rise of the Tomb Raider، اللي كمان عملت لها مراجعة وتختيم على قناتي، لحط لكم الروابط لإلهم بالوصف، لنوصل لـ Shadow of the Tomb Raider اللي هي بتكفي قصة Rise، بس فيك تلعبها من دون ما تلعب Rise of the Tomb Raider. بهيدي اللعبة Shadow of the Tomb Raider انت عم تكفي قصة لارا كرافت اللي عم تشتغل يد بيد مع جونا لحتى يصدوا لمجموعة ترينيتي اللي عم بيحاملوا يعملوا أشياء ممكن تخرب العالم. أكيد مثل ما وعدتكم ما لح أحرق القصة أبدا، بس هيدا الرحلة بتاخدكم صوب أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية مثل بلاد البيرو والمكسيك، وبتدخلك على غابات الأمازون ورحلات ومغامرات طويلة واستكشاف. مثل ما قلتلكم اللعبة Open World نوعا ما، لما نقول نوعا ما يعني مزبوط فيك ترجع لأماكن معينة كنت فيها قبل وتخلص أشياء، تقريبا فيك تروح وين ما بدك، بس مش Open World مثل ما عم نلعب GTA 5 مثلا. أما بالنسبة للقصة فهي معززة بمهمات جانبية كمان بتزيد من إثارة القصة ومربوطة بالقصة الأساسية. اللعبة اللي تختمها بتاخدك حوالي 12 ساعة، أما إذا حبيت تعمل كل المهمات الجانبية وأشياء إضافية فبتاخدك حوالي 20 ساعة. وتبقى من أهم مميزات ألعاب توم ريدر هن التومز أو الكريبتس، ما يعرف بالسراديب، اللي هن أماكن غريبة وعجيبة أنت بتنزل تستكشفها تحت الأرض، وفي عدة ألغاز لازم تحلها لتوصل للشي اللي بدك إياه بهالأماكن المعينة. وصراحة بهاللعبة صار في تركيز أكبر بكتير عليهم من لعبة Rise of the Tomb Raider، وأنا بحييهم على الفكرة لأنه بهاللعبة عم تستخدم عقلك أكتر ما عم تستخدم سلاحك. Of see that or help me with this. Sure. What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. Could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. مثل ما حتشوفوا هون قدامكم، كل ما تخلص او تختم توم معينة رح تكتسب مهارة او قدرات معينة كتير رح تفيدك باللعبة. وعلى هيدي السيرة كل ما تلعب اكتر وتكسب اكسبيرينس اكتر رح تكسب وتفتح سكلات اكتر باللعبة. طبعا باللعبة فيك تطور من قدرات لارا كرافت، في 3 انواع سكيلز عندك، شي خاصه بالاستكشاف، شي خاصه بالستلث اللعب بالخفية، وشي خاصه بالكومبات كمان مثل ما حتشوفوا هون قدامكم. بالإضافة لهالسكلات اللي بتفتحوها مع الوقت ومع اكتساب الاكسبيرينس، كمان فيك تطور الأسلحة فردا فردا، إن كان سلاح ولا القوس والنشاب ولا عدة أشياء. كل هالأشياء بتطورها لحتى تحسن من طريقة لعبك ومن أسلوب لعبك. Search under the water. He wants to search everywhere. I'm
equipment or something, better. Plus his underwater drone. بالنسبة لطريقة اللعب الجيم بلاي هالمرة في مزيج كبير بين اللعب بالخفية عن طريق الستيلث واللعب بالأسلحة عن طريق المواجهات المباشرة، وصراحة نجحوا كتير فيها هالمرة للعبة Shadow of the Tomb Raider لأنه كتير مركزين على موضوع الستيلث وفي تفاصيل أكتر بكتير، ومثل ما شايفين في ستيلث كيلز طريقة تقتل عن طريق الخفية أكتر بكتير عن ألعاب التوم ريدر اللي قبل. أنا ورجيتكم مثل بسيط، في كتير طرق تانية أنتوا رح تكتشفوها مع اللعب. كمان فيك تواجه بالطرق المباشرة عن طريق الأسلحة، بس كتير حبيت أنا هالمزيج بين اتنين، يعني لدرجة قد ما في تفاصيل فيك تدهن وحل على وجه لارا كرافت لحتى تخفف من رؤية أعدائك حتى ما يشوفوك أو يشوفوك أقل لتقدر تقتلهم عن طريق الستيلث. هاي مزبوط تفاصيل صغيرة بس عن جد تفاصيل كتير حلوة غيرت من أسلوب اللعب. قبل ما نختم هالمراجعة، إذا بتحب كل شي جيمينج بشكل عام بتمنى منك تشترك بالقناة عبر السبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات ليوصلك مني كل شي جديد، وإن شاء الله يعجبك المحتوى اللي عم بقدمه. بالنسبة للرسومات والجرافيكس فعلا من أجمل وأروع ما يكون. بعرف أنه بيحكي عن هيك عن كتير ألعاب، بس مثل ما أنتوا شايفين قدامكم الألوان ومزيج المناظر شي رائع جدا. هالغابات الأمازون والخضار والأنهر والمياه في خلطة رائعة، كمان تدخلك على جو رائع جدا. وبحب ذكر أنه على البلاي ستيشن 4 برو والبلاي ستيشن 5 فيك تلعب على 60 إطار، يعني 60 FPS، وهيدي صراحة ميزة كتير مهمة كتير 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 بتغير لك من تجربة اللعبة. أما على البي اس 4 العادية والاكس بوكس العادية فيك تلعب على 1080p و 30 إطار، كمان جيدة لا بأس بها. بي اس 5 فيك تلعب 4K 60 إطار، أكيد أحلى وأفخم طريقة تلعب هيدا اللعبة. ولنختم مراجعة Shadow of the Tomb Raider لحاطيكم تقييمي للعبة من 10. صراحة فيها شبهات لأنشارتد، بس كمان فيها أشياء مختلفة مثل التركيز على الألغاز بالتومز والكريبتس وتركيز على حل هالألغاز وفكة، صراحة بتشجعك وبتتحداك اللعبة، وكل ما تحل أشياء بتحسها أحلى وأحلى، طبعا مع مزيج من الرسومات الرائعة الجيم بلاي سلس وقصة جيدة. ومشان هيك أنا بعطي هاللعبة 8.5/10، وهذا رأيي طبعا، بحب أسمع رأيكم بالتعليقات. إذا عندكم أي أسئلة عن اللعبة بليز اكتبوها بالتعليقات وإن شاء الله بجاوب عليكم كلكم. ومثل ما خبرتكم هيدي اللعبة رخيصة، دايما بتلاقيها موجود عليها تخفيضات بجميع الستورات وبتلاقي منها مستعملة كمان. بحب قلكم انه في عندي بلاي ليست اللي هو اسمه مراجعة العاب، في كمان كتير العاب ممكن تستفيدوا منها، كتار منهم كانوا مجانية لمشتركي بلاي ستيشن بلس، وكتار منهم بتلاقيهم باسعار منيحة اذا بتحب تاخد فكرة عن لعبة قبل ما تجربها او تشتريها. ان شاء الله يكون عجبتكم هالمراجعة، لأي شي بدكم اياه انا موجود لساعدكم. كان معكم خيكم مؤيدتو 9، سلام شباب. This cafe is supposed to have really good food. I know the chef. I'm not very hungry. After all of